بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نكمل الفيديو السابق ونشوف كيف نسوي الخطوة الثلاثة اللي هي تركيب برنامج تسليم الواجبات على الإكليبس. طبعا هذه الخطوة زي ما قلنا أن للشخص اللي يبغى يركب اللي يبغى يشتغل من اللابتوب حقه عشان يحل الواجبات مثلا، أما بالنسبة للمعمل فما يحتاج يسوي الشيء هذا لأنه مركب البرنامج تسليم الواجبات وجاهز في الإكليبس هناك. طيب الخطوة هي كالتالي، راح تروح هنا في الـ في الـ في الـ في الهلب، وبعد كذا تروح install new software، بعد كذا تقول add، هنا تضغط add، ثم بعد كذا تضع العنوان اللي فيه البرنامج تسليم الواجبات هذا. معليش هذا العنوان، بس خلينا نشيل الجزء هذا. زين، هذا هو العنوان. ممكن تسجله عندك، لازم تستخدم العنوان هذا بالضبط. وهذا طبعا العنوان يختلف تماما عن العنوان اللي ذكرته في الفيديو اللي راح في الخطوة رقم 4. هذا ما هو عنوان سيرفر تسليم الواجبات اللي عندنا في الكلية. زين، هذا عنوان في مكان ما في الانترنت هو اللي فيه برنامج تسليم الواجبات، هذا راح ننزله منه. زين، تنزله مرة واحدة وخلاص، تركبه على جهازك تستخدمه عدد من المرات زي ما تبغى، زي الإكليبس. فنقول هنا ويبكات، تعطي اسم ويبكات بلجن عشان تعرف انه هذا العنوان حق الويبكات بلجن. بعد كذا نقول اوكي. الان جالس يحمل من الانترنت. لازم طبعا لازم اتصال في الانترنت، زين ما تقدر تسوي بدون اتصال في الانترنت، لازم تكون متصل بالانترنت. ما يحتاج تكون جوا الجامعة، اهم شيء تكون متصل بالانترنت. فالان حمل لنا، ولاحظ انه طلع لنا قال لنا ان لقينا في فيرجينيا تك، وهي احد الجامعات الامريكية، ولقى فيها شو اسمه البرنامج هذا. طبعا احنا في خدمات سي بلس بلس ولغة جافا، احنا طبعا ندرس لغة جافا، فذلك ما نحتاج الا لغة جافا. انتبه انك تختار السي بلس بلس، زين ما يحتاج تختار الا فقط لغه جافا. فتضغط على هنا الزر هذا عشان تطلع لك الخيارات وتختار الجافا فقط، لا تختار من هنا، يعني في ممكن لو هنا لو سويت كذا خطا، لو حطيت هنا ما تختار الجميع، لا تضغط على هذا وتختار فقط الجافا. انتبه للنقطه هذه. زين، بعد كذا تروح نيكست. الان جالس يشيك على الانترنت، الان لقى المكان كل شيء، تقول له اكسبت، انا اقبل اللايسنس. بعد كذا تقول له فينيش. الآن يجي يسوي لك داونلود من الانترنت للبرامج، البرنامج هذا على حسب سرعة طبعا الداونلود عندك، ممكن يستغرق وقت. يسوي انستوليشن، في النهاية راح يطلب منك انه يسوي ريستارت لبرنامج الإكليبس. طبعا راح يعطيك تحذير يقول لك انه هذا برنامج لم يتم توقيعه الكترونيا، وما يهمنا، ما هي مشكلة، احنا عارفين انه المكان هذا واثقين فيه. فنقول اوكي. الآن يقول لك يفضل انك تسوي ريستارت للإكليبس، قل له يس، سوي ريستارت للإكليبس. راح يسوي لك الآن ريستارت للإكليبس. اوكي، الان جالس يشغل الإكليبس. طيب الان اشتغلنا الإكليبس، وراح يكون البرنامج المفروض ان البرنامج شغال. كيف تعرف ان البرنامج شغال؟ لو تروح لاي بروجكت عندك، زين، تضغط عليه بالزر الايمن، راح تلقى كلمة سبميت هنا، او معناها ارسال، نفس اللي انت تشوفها في اللاب في المعمل. زين، اذا لقيت الكلمه هذه لما تضغط باليمنى على البروجكت، ما تروح تضغط لي على يعني دائما السبمشن، راح شوف كيف عمليه السبمشن تتم، بس ما تضغط على السورس او على هنا، تضغط على البروجكت نفسه، زين، او المشروع حقك او البروجكت، تضغط بالزر الايمن تلقى هنا كلمه سبميت. زين، اذا لقيت كلمه سبميت معناته انك ركبت البرنامج وانتهيت، برنامج تسليم الواجبات وانتهيت من الخطوه رقم 3. الان انت جاهز انك تسلم واجبات لبرنامج التصحيح الآلي الموجود عندنا في الكلية. في الفيديو إن شاء الله القادم راح نشوف كيف إنك كيف تسوي شو اسمه، كيف تسوي برنامج يعني تحل واجب أو لاب. راح نشوف مثال كيف إنك تسلم اللاب هذا، وكيف تشوف العملية التصحيح الآلي كيف تتم، وكيف تتعرف على أخطائك، كل أشياء هذه كلها. في بس ملاحظة سريعة جدا، وهي انه الخطوة الرابعة اللي هي عنوان سيرفر تصحيح الواجبات، من وين تدخلها؟ تروح هنا الويندو. زين، انتبه معي، ركز معي، تروح الويندو، بعد كذا تروح خصائص او بريفرنسز. زين، راح تطلع لك الخصائص، راح تلقى في حاجة هنا، خل بس نوسع شوي عشان تشوفها واضحة. زين، راح تلقى فيه عندك هنا حاجة اسمها electronic submission، بس معليش خلنا نوسع هذه. تلقى حاجة اسمها electronic submission، طبعا هذه ما راح تظهر لك الا اذا كنت ركبت برنامج تسليم الواجبات.
زين، هذه من برضه هذا دليل ممكن تعرف من خلاله هل انت ركبت برنامج تسليم الواجبات بشكل مضبوط ولا لا. اذا كانت موجوده عندك معناته ركبت برنامج تسليم الواجبات بشكل صحيح. الان هنا تحط العنوان حق نظام التصحيح الالي اللي عندنا في الكليه. هذا العنوان طبعا تحصله من المعيد، لو تسال المعيد شو اسمه يعطيك العنوان هذا، او ممكن نرسله يعني احنا ان شاء الله لجميع الطلاب بالايميل يكون موجود عندهم. فهنا تسجل العنوان. طبعا اذا كنت تستخدم جهازك الخاص لما تيجي تسوي البرامج وكذا تحتاج تدخله مره واحده وخلاص وانتهينا، ما يحتاج تدخله اكثر من مره. اذا كنت في اللاب فانه بسبب انه كثير من الطلاب يستخدمون اللاب وكذا ممكن انك تضطر انك تستخدمه تدخله يعني كل مره تجي في محاضره لاب جديده، محاضره معمل جديده، تضطر انك تدخل هذا العنوان مره ثانيه. المهم انك تعرف انه لازم تدخل العنوان هذا حتى انك تستطيع انك ترسل الواجبات لنظام ارسال الواجبات اللي موجود عندنا. ولازم تكون دقيق جدا في العنوان. طبعا تعرف انت عناوين الانترنت هذه لازم تكون دقيق، لو تنسى حرف تنسى نقطه تنسى شيء زي كذا. والعنوان شوي غريب لانه في ارقام، يعني دائما تعود على عناوين المواقع وكذا دائما تكون عنوان كلام يعني ما في حروف ما في ارقام، لكن هنا في ارقام عادي يعني ما في مشكله. بس اهم شيء يعني انك تكون لازم تكون دقيق بادخال العنوان زي ما يجيك، او انه مثلا ممكن يجيك بالايميل تسوي كات تو بيست نسخ ولصق عشان تضمن انك يطلع عندك مضبوط 100% بدون اي اخطاء. طيب ان شاء الله في الفيديو القادم راح نشوف كيف نكتب برنامج نسوي بروجكت ونرسل نسوي سبميت ونجرب نشوف كيف شغلنا يكون. وشكرا.